السلام عليكم أيها الأخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. هي كلمة مرتجلة، لأنني في الحقيقة لم أكن مدعو للكلمة. هي أفكار أو استنتاجات في حياة هذا العالم الرباني الكبير. قال أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب سلمان: هلك خزان المال يا سلمان، والعلماء باقون ما بقي الدهر. العلماء كما جاء في الحديث ورثة الأنبياء، العلماء أمناء الرسل. الشيخ الجمري رحمة الله ورضوانه عليه كان الشخصية العلمائية التي تمثل النموذج الرباني الذي افتقدناه منذ عقود. شخصيات في هذا البلد الطيب كالشيخ الجمري وكالسيد أحمد الغريفي وكالقائد الوالد الشيخ عيسى حفظه الله وأيده ونصره، هذه الشخصيات أصبح تكرارها وتعويضها لا زال صعبا، وهذا هو التحدي. التحدي للأمة ولهذا الجيل من الأمة أن كيف ننتج شخصيات أن تعطي على أكثر من مجال وفي أكثر من مسار، وأن تعطي في أكثر من مشرب فكري أو فقهي أو أخلاقي أو اجتماعي. هذا هو التحدي الأكبر. قد تختزل هذه الشخصية جيل من العلماء في عطائها، فلذلك تكون الفاجعة كبرى في فقدها، لأنها تمثل جيل من العطاء. كم نحن نتأسى ونحزن وتنكسر الأمة حينما تفقد كالشهيد الصدر أو كالإمام الخميني قدس سره أو كالسيد طبائي صاحب الميزان وغيرهم من الشخصيات الربانية العلمائية التي أعطت في كل عمرها الشريف ما تستطيع أن تعطي. الشيخ الجمري وهو تلميذ هذه المدرسة بامتياز، مدرسة الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وكان تلميذ بحثه بالخارج، فهو تلميذه علما فكرا عطاء تضحية فداء جهادا، فلذلك الخسارة تكون كبيرة 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 في حياة الأمة. والتحدي كيف ننتج وكيف نصدر أجيالنا العلماء تحمل مسؤولية التغيير والإصلاح وحمل الأمة كل الأمة إلى طريق الفوز والنجاح والتطور والنمو والتغيير الصالح. سر في هذه الشخصية كما أتصور من قرب، وليس لن أجنح للمثاليات، وإنما أتحدث من واقع عشته وعاش معي الكثير من الأخوة والأحبة الذين عايشوا هذه الشخصية. لماذا هذا العطاء؟
لماذا هذه التضحية؟ لماذا هذا الإصرار؟ لماذا هذا الفداء؟ لماذا هذا القرب من الناس؟ السمة الأولى في هذه الشخصية كما أستعرضها في جانب عرضي كعالم، كأديب، كخطيب منبر حسيني، كأستاذ حوزوي، كمصلح اجتماعي، كقائد سياسي، كل هذه العطاءات تنبع أساساً من تكوين الشخصية، لأنه تعاطى منذ صبا وباكورة عمره الشريف أن يستغل كل ما أنعم الله عليه من قدرات وقابليات، كل قابليات الفكرية والنفسية والروحية وذكاء الاجتماعي في تشبيك العلاقات الاجتماعية، هو كان يعطي بلا هوادة بلا راحة، بتعب بنصب بألم بتحمل، كما ذكر الأستاذ محمد جميل. كم طبيب نصح الشيخ وكم قريب نصح الشيخ، ولكن هو شعاره فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ومن هذا المنطلق هو أنتج وترك رحيله فراغ لم يسد لحد الآن، لم يسد لحد الآن. أنا أعطى في كل هذه المجالات، يعني كما لا أبالغ حينما أقول هو جيل من العلماء. هذه سمة في شخصية الشيخ. سمة أخرى هو رهن التكليف الشرعي أينما يكون. يعني نستعرض حياة الشيخ العلمية في مسلك القضاء، في مسلك البرلمان سنة 1973، في مسلك الانتفاضة في التسعينيات، في مسلك الثمانينيات إلى نهاية حياته. هو حينما يقتنع بأن هذا هو تكليفه الشرعي وتكليفه الوطني والإنساني والأخلاقي لا يتردد، وإلا هذا الكلام كان مع من قرب، يعني الذين يعيشون حياة العلم والعلماء في الجامعات أو في الحوزات أو في الحاضنات العلمية، خصوصا حينما يرتقي إلى المراتب العليا من الدراسة. الشيخ كان في هالفترة في البحث الخارج مال الشهير الصدر، ايش اللي يخليه يطلع من العراق ويجي البحرين؟ كان الضرورة الوطنية والسياسية في تلك الفترة يرى تكليف إلهي شرعي عليه ووطني، فقطع الدراسة يمكن غيره ليبحث عن الطموح، الطموح الشخصي العلمي، وهو مشروع ومباح عقلا وشرعا وخلقا ان انا اتوسل واصل الى اعلى الرتب العلميه، الى درجه الاجتهاد مثلا. لكن الشيخ يشوف تكليفه، هناك العشرات من الفقهاء اللي قد يتخرجون في هذا الصعيد، والساحه خاليه، ساحه تحتاج الى مصلحين، الى مغيرين، الى مضحين. فقطع الدراسه ورجع البحرين ودخل السلك السياسي والبرلماني مع الكتلة الإسلامية اللي فيها الشيخ عيسى وفيها الشيخ عباس الرئيس والشهيد عبد الله المدني وغيرهم، وعمل بمقدار تكليفه الوطني والشرعي. جت فترة القضاء نفس الشيء، وكم أوذي في القضاء من سلك القضاء وإغراءات القضاء وتحديات القضاء ومن الناس، تهم بالعمالة لأنه كان قاضيا، تحمل الكثير، تحمل العناء الكثير، وكان من أصدق الناس أشرف الناس في تعاطيه مع القضاء، واللي دخل سلك القضاء يعرف، والقريب من سلك القضاء يعرف كم في من تحديات أن تؤتمن على أموال الناس، أعراض الناس، دماء الناس، أموال الناس، خصوصيات الناس،
سقط فيه الكثير. لو شفت كما يقول فقهاء كم تشتد العدالة في قضية القضاء، عدالة القاضي غير عدالة إمام جماعة أحبتي، وغير عدالة إمام الجمعة كما يقول السيد قائد استفتاءات. تشتد العدالة كلما اشتد الموقع، أنت قاضي، أنت قائد، أنت رئيس جمهورية، أنت وزير، أنت ولي فقيه، ها؟ تحتاج هالمواقع إلى تشتد العدالة فيك أكثر، قوة العدالة والتقوى، أنت مؤمن على أموال ودماء أعراض الناس. هاي في القضاء، كذلك في موضوع العمل في الحركة السياسية. انزل سنة 1986 وأيام الحرب العراقية الإيرانية والتداخل الأمريكي في المنطقة وغيرها من تحديات، وقف رفع عقيرته بكل شجاعة تكليف أنه هناك حصار، الإسلام مهدد، بيضة الإسلام في تلك الحقبة التاريخية مهددة. وقف بكل شجاعة في مسجد مومن وفي مسجد الخواجة وفي الجامع هنا وتكلم واستنكر التدخل الأمريكي في الحرب العراقية الإيرانية، أذكره هو مع الشيخ الوالد شيخ عيسى. جاءت الانتفاضة التسعينية هو كذلك، هو قائدها ومحتضنها. فإذا التكليف اللي كان يراه شرعي ووطني هو معه في كل مسارات حياته. السمة الثالثة هي التضحية. وأذكر يعني فترة الحصار وما قبل الحصار وما بعد الحصار التي عاشها، كانت فترة عصيبة. أنا أتحدث من واقع عشت في البيت يعني هو بمثابة والدي، أتحدث من واقع بيت الجمري رحمة الله عليه، من مجلسه، من بقي من أهله في تلك الفترة. كان محمد جميل في السجن محكوم 10، عبد الجليل محكوم 7، زوجة محمد جميل اعتقلت، خت بنت الشيخ اعتقلت، منصور برا، لؤي برا، ما ظل أحد. كأنما تلك الفترة لا تبقوا لهذا البيت باقية. كم هو ده بلاء عظيم. وأقرب الناس إليهم هاي الشخصيتين محمد جميل كان وعبد الجليل، كان بلاء عظيم. وكم في هالفترة قدمت له من مساومات، هي أموال، هي جاء، هي مركز، كلها تركها ومضى ممثلا للشعب وقائدا للشعب وحاميا مدافعا منافحا مكافحا عن كل مطالبة. وهاي التضحية يسقط فيها الكثير بعد يا أخوه. مو كل إنسان أنه يضحي تقريبا بكل عائلته، بين سجن وبين تشريد وبين ملاحقة وبين قطع رزق. وهو يبحث كما يتفضل محمد جميل عن مدخل شرعي يبرر أنه يأخذ من حق شرعي، لو يعلم أطفال. السمة الرابعة هو يمكن أشار لها أستاذي محمد جميل، كما قال أمير المؤمنين في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: طبيب دوار بطبه قد أحمى مياسمه أو مواسمه. شنو معنى طبيب دوار؟ كما يقول الشهير المطهري رضوان الله عليه، يعني مو جالس في البيت والناس تجيه أبغي حاجة، عندي مسألة. صحيح الشيخ فاتح مجلسه، هاتفه، حوزته، منبر الجمعة والجماعة، منبر الحسيني، قلمه، زيارات المكوكية للقرى ولأهله وقراباته،
كم يصل؟ أنا أعرف، أنا ما بأتكلم في خصوصيات، هو يصل من قطع ومن أقرب الناس له، وكان يتألم في داخله، وكان يصل أهله ويصل أقرباء والأبعد والقرى والمناطق، كان يدور بطبه، مو ينتظر الناس تجي، لا، هو يبادر أن يعطي الناس، أن يقدم للناس، أن ينصح الناس، أن يقوي معنويات الناس، أن يرفع الأمل عند الناس. الظرف مو كان سهل، ظرف عصيب، ولا كان هالوجوه هالكثيرة الموجودة. يعني اليوم ما شاء الله الساحة تعج بالكوادر والطاقات، جزاهم الله، والله يكثر من أمثالكم إن شاء الله. يعني أنت التحدي أن تعيش وياك ثلة صابرة محتسبة، وأن تمضي بهم في اللجج. وكان حامل الراية وماشي. فتضحية عنوان كبير في حياة الشيخ. يعني لاحظتم الله ابتلى بهذا المرض بعده، هو هذا نفسه بلاء، هذا محنة، إلى أن اختاره الله بعد هذه المرضى الطويلة. فهذه صفة واضحة في حياة الشيخ، قضية المبادرة، أنه يبادر إلى العطاء، إلى التغيير، إلى الإصلاح، لا تفقد أحوال الناس. في جنبة مهمة، إحنا يا للأسف يعني كثير من الباحثين، كثير من المفكرين، وكثير من المهتمين، احنا دائما نبحث عن او نلتصق بصفة ظاهرة واحدة فيها، في شخصيات العظماء وفي شخصيات القادة. يعني احنا شقد الان كده نتكلم عن حياة الامام الخميني، نعرف عنه يمكن في المجال السياسي الكثير. لاحظ سيد الخمنائي كذلك، سيد يمكن السيستاني اليوم بعد احداث العراق من 2003 لحد اليوم كذلك. لكن كم منا يعرف عن الحياة العلمية لهؤلاء، عن العطاء الفكري لهؤلاء، عن العمق الروحي والأخلاقي والتربوي لهؤلاء؟ قليل منا يعرف. ناس إذا ماتوا يعرف للأسف. يعني احنا دائما نؤبي الأموات، بينما نحن من المفترض أن نفكك هاي الشخصية، نجي نفككها، نحللها. يعني شنو سر عطاها وصمودها وصبرها في المجال السياسي؟ تحتجد هناك عمق فكري وعمق روحي وعمق مجتمعي وعمق تربوي وجداني. هو سر قوة هذه الشخصية وصلابة هذه الشخصية وطهارة وزكاة هذه الشخصية. وهذه من الشخصيات اللي احنا نعرف عنها، خصوصا الجيل الآن، الألفية الثالثة أو جيل التسعينات، هو محتاج فعلا يدرس الشخصية مثل شخصية الشيخ الجمري في أبعاد متعددة. وهذا يعطيك منهج علمي صحيح للاقتداء بهذه الشخصيات في أكثر من بعد ثقافي وسياسي. وهذا اللي يخرج لنا أجيال وأجيال من الشخصيات المتزنة المتوازنة المعطاءة في أكثر من مجال. يعني هذه بعض كليمات في الحقيقة يعني خطرت في بالي عن شخصية الشيخ. وفي الختام أكرر شكر أستاذ محمد جميل لأبناء هذا الشعب وإصراره على إحياء ذكرى شهدائنا، ذكرى عظمائنا، كشخصية مثل شخصية الشيخ الجمري بعد مضي عقد من الزمان، ولا زال هناك يعني كتلة وفاء من هذا الشعب الكريم المضحي على الالتصاق والارتباط بشهدائه، بعلمائه، بمضحين. لا شك أن هذه جنبة نورانية مهمة وإشراقة، و
والإمام يقول الأمة التي لا تحيي ذكرى شهدائها وعلمائها أمة ميتة، الذي لا يقدس تاريخه وتضحياته لن يكون له حاضر ولن يكون له مستقبل. فكل الشكر والتبجيل والتعظيم لهذه الجهود المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بسيرة هذا العظيم وأن نوفق كجيل مسؤول في هذه اللحظة التاريخية بأن نعوض عن هذا العملاق الذي أعطى في أكثر من مجال من أجل مطالب هذا الشعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.